فات يعني البهائم نزلت على السوق اللي فات. السبب والله يعني عشان العيد او حاجه، ان شاء الله خير. والله ديتي كانت الثلاثه فاتت ب 40 و45 درك ب 35 يا نزل 10000 نزل وما حدش مقلب الايام دي، يعني الناس ما معاش فلوس تشتري للضحيه. الاسعار زي الفل، كل حاجه تمام، هنكتب على الله. ماشيين مع الجو، رفع معاه نزل معاه. والفدو دي لازم الواحد بيشتريه غالي، زايد 1000 زايد 2 مش مشكله. السبب الارض بص على الزحمه انت، وبص يعني ما فيش اي حد عارف يوقف ولا يقعد، لازم تبقى رخيص. والفدو ده لازم الناس الامور بتبقى تمام فيه، وكله بيشتري وزايده، والاسعار زينه برضو ماسكه نفسها. والله الاسعار كويسه، والله العجل مدينا 40 كان يسوى 50، نقص 10000 10000 في اسبوع ورزق اللي يفدي والله. في اسبوع واحد يجي 200 كيلو. بص عليه بص يجي 200 كيلو والله ما زاد على 40000. الاسعار مرتاحه قوي قوي غير السوق اللي فات، نزلت بقت ارخص يعني. السبب العلف نزل والمواشي كثيره جايه عشان بمناسبه العيد، كل سنه وانت طيب.